ماذا لديك من تفاصيل حول مجزرة الليلة؟ نعم، أمل، مجزرة جديدة تضاف إلى قاموس المجازر التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين في مدينة سعد. قامت الميليشيات الانقلابية المتمركزة في شارع الخمسين شمال غرب المدينة باستهداف مدينة النور السكنية بقصف صاروخي، وكما تفيد المصادر بقذيفة هاوزر هرع الناس وسقط عدد من القتلى والجرحى. هرع سكان الحي وبعض الطواقم الطبية من أجل إسعاف الجرحى، وإذا بعناصر الميليشيات الانقلابية تقوم بإطلاق الصاروخ الثاني ليتضاعف عدد القتلى والجرحى. الإحصائيات الأولية تؤكد أن عدد القتلى بلغ 8 من المدنيين، وفيما الجرحى في بالعشرات معظمهم من النساء والأطفال. وأيضا تفيد المصادر الطبية أن معظم حالات هؤلاء الجرحى تبدو خطيرة. نعم، كيف هي الإمكانيات الصحية لدى المستشفيات التي قامت بإرسال الطواقم الطبية، وهل لديها الإمكانيات لتقديم المساعدات اللازمة للجرحى؟ هل الطريق سالك لتقوم الأطقم الطبية بالوصول إلى هذه المناطق؟ نعم أمل، تعيش مدينة تعز بشكل عام وضعا صحيا الوضع الصحي كارثيا للغاية. تم إسعاف معظم هؤلاء الجرحى والشهداء إلى عدة مستشفيات في المدينة، مستشفى البريهي ومستشفى الروضة ومستشفى الثورة، بسبب عدم توفر الإمكانيات الطبية لإسعاف كل هؤلاء الجرحى. أيضا أطلقت بعض مستشفيات المدينة نداء للاستغاثة من أجل إنقاذها من أجل إنقاذ هؤلاء الجرحى والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تساهم في إنقاذ هؤلاء الجرحى. يعيش الوضع الصحي في مدينة تعز وضعا كارثيا بسبب عدم توفر الإمكانيات. أيضا سقوط القذائف وارتكاب المجازر من قبل الميليشيات الإنقلابية بشكل يومي يضاعف من هذه المعاناة ويجعل المدينة في حالة مأساوية صعبة.